أرحب مجددا بالسادة الوزراء وسيدة الدكتورة وكذلك السادة المحافظين على مجيئهم إلى بغداد في هذه الجلسة المشتركة بين مجلس الوزراء والسادة المحافظين، وهو ما تعهدنا به في الجلسات السابقة بأن نتابع الأمور بين فترة وأخرى وبشكل دوري. لا يخفى على أحد، بدءا من 11 بدأت مظاهرات مهمة جدا في العراق، فالبدء من الدستور والآليات الدستورية هو الطريق الأوضح من أجل فعلا إجراء تعديلات دستورية بما في ذلك تغيير طبيعة النظام السياسي. ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة بس موضوع على الرف، والآن بسبب هذا الضغط أصبح بالإمكان أن هذه المشاريع تمرر بسهولة أكبر بكثير مما كان يمكن أن تمرر سابقا. لذلك يجب أن نستثمر خروج شعبنا وإبداء كل هذه الأمور، سواء كانت نتفق معها أو نختلف معها، لكن هذا الغضب، هذا الصوت الهادر يجب احترامه ويجب الاستماع إليه، ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه العادلة.